مساء الخير. بجولة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشاء سكنية، مكاتب، فلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص يرغبوا بالتملك بلبنان ما قالون إلا يتابعونا، خليكن معنا. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن بيمتد على مساحة أرض 46665 متر مربع، موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وطقس معتدل بالصيف والشتاء. جيتد بروجكت آمن مع مدخل خاص وطرقات ومساحات خضراء داخلية بالإضافة لبلاي جراوند وأمفي ثياتر. مشروع إيكو فريندلي ومصمم بشكل مدروس وبعيد دقائق عن الطريق الرئيسي. مساحة الأراضي للبيع داخل المشروع 2000 متر مربع وما فوق، والمميز إمكانية المالك من اختيار عدد الفيلاز المتراوحة بين 1 و3 يلي بيريد إنشائها داخل أرضه مع الالتزام بالمعايير المشتركة المعتمدة. عجلتون سان جورج ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن، موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز الطبية والترفيهية والتجارية بالمنطقة. أما التسليم بأواخر 2018. ريزيدنس 858 تاور جاهز للسكن بالأشرفية بمنطقة استراتيجية وحيوية قريبة من أهم مراكز التسوق والترفيه والخدمات. مألف التاور من 14 طابق للسكن وثلاثة underground floors للباركينج والستورج. أول قسم من الأبارتمنت شقة وحدة بالطابق مساحتهم 233 متر مربع. أما القسم الثاني شقتين بالطابق والمساحات بين 96 و137 متر مربع. عدد الشقق 23 وبس عدد قليل available للبيع. أبارتمنت مصممة بأحدث التقنيات ومأمن فيها air conditioning و heating system, double walls, fire alarm system و two elevators بالإضافة ل two private generators. أما بالداخل رخام أوروبي و high-end bathrooms و kitchens. ريزيدنس 858 ريزيدنشال تاور بالأشرفية، تحديداً شارع شارل مالك، كاشف عفيو المدينة والبحر. لكجري انتيريورز بالإضافة لمعايير عالية بالعمار. تايتانيوم ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن ببيروت، تحديدا بعين التينة، مؤلف من 2 بلوكس وكل بلوك من 22 طابق، مودرن وهاي اند ديزاين بالداخل والخارج. ابارتمنت وحدة بكل طابق والمساحات 290 و340 متر مربع، وبنت هاوس 1020 متر مربع مميز باخر طابق. 15 ابارتمنت افيلبل للبيع وفيو ما بينحجب على المدينة من جميع الطوابق، وابتداء من الطابق 11 فيو على البحر. كل البدرومز ماستر، هاي اند كيتشنز مع توب كوردز وباثرومز أوروبية بالإضافة لأي سي وسنترال هيتين. 6 إليفيترز بكل بلوك، انترنس فخم وخاص لكل بلوك وخدمات عديدة مأمنة، 3000 متر مربع مساحة خضراء واثنين سويمينج بولز عندهم دايركت اكسس لاثنين جيم. تايتانيوم بعين التينة مشروع سكني فخم، 2 تاورز وخدمات عديدة مأمنة بالإضافة لسيكوريتي وثلاثة underground floors للباركينج. أبراج بروجكت سكني ضخم بجنوب لبنان، تحديداً مدينة سور، بيتميز بفيو بحر ومساحة خضراء حول المشروع. 9 بلوكس، كل بلوك مؤلف من بنايتين وكل بناية مؤلفة من 8 10 أو 12 طابق. بعض الأبارتمنت شقتين بالطابق، أما البعض الآخر 4 شقق بالطابق كلهم سامبلكس.
مشروع قريب من أهم المراكز والمدارس بالمدينة، قسم under construction وقسم بمرحلة الفينيشينج. أبارتمنت 115 متر مربع مع 2 bedrooms و 147 متر مربع مع 3 bedrooms. معايير عالية بالعمار وخدمات عديدة مأمنة، من أهمهم solar power, double glazing و insulation system، بالإضافة ل gardens, basket court و playing area داخل المشروع. أبراج بعيد 10 دقائق من مدينة سور، 140 أبارتمنت من أصل 350 available للبيع مع سي فيو وغاردن فيو وباركينج مأمن. أول قسم من البروجيكت بيتسلم بال 2018. I've been lost and I've been broken. I've been down the border hoping I'm still reaching for the sun. فتأة فيليج 222 مشروع خاص للسكن بمرحلة الكونستراكشن بمنطقة كسروين، تحديدا فتأة قريب دقائق من الطريق العام وكاشف على بانوراميك فيو. مؤلف المشروع من 25 فيلا، 13 افيلبل للبيع. فيلا التريبلكس جراوند فلور مخصص لباركينج 4 سيارات مع درايفرز روم، أما الطابق الأول والثاني للسكن. كل فيلا تريبلكس مساحتها 500 متر مربع وتابع لها جاردن ابتداء من 70 متر مربع. هاي اند انتيريورز بيتضمنوا برايفت اليفيتر، رخام بالصالونات مع جيبسون بورد ديزاين، شوفاج وبلت ان اي سي، ثلاث غرف نوم ماستر مع تيراس، بالإضافة لستورج روم. فتأة فيليج 222 بروجكت سكني بجيتد كوميونيتي مع سيكوريتي مأمنة ومدخل خاص، حاليا بآخر مراحل الفينيشينج. 13 فيلا افيلبل للبيع والتسليم بصيف 2017. إمكانية التقسيط لمدة 360 شهر والسعر 1500 دولار بالمتر. عم تستعد مجموعة دبي القابضة التابعة لحكومة دبي واللي تعد من أكبر الشركات بالشرق الأوسط بمجال العقارات والاستثمار لبدء تنفيذ مشروع مرسى العرب اللي بيضم جزيرتين صناعيتين فيها عدد من المشاريع العقارية والفندقية والترفيهية، وبتوصل تكلفة المشروع إلى 6.5 مليار درهم إماراتي أي 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو على شاطئ جميرة بدبي وعلى مقربة من برج العرب. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كتيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما فيكم تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا ترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.